مهلبية مبطنة بالجيليه والكريمة، للأعياد، للميلاد، للمناسبات، للسهرات وللأطفال. إذا بدك تتعلمي الطريقة تابعي معي الفيديو للأخير، لكن قبل ما نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من أجل تحضير الجيلي كوب أو الجيليه بنحتاج لكأس مي بنحطه على النار لحتى يغلي. بعد ما غليت المي بنفتح ظرف الجيليه وبنفرغه بالمي الساخنة. بنحرك المكونات لحتى يدوب بشكل تام. بعد ما داب بشكل كامل بنحط كأس ماء بارد، كل ما كانت باردة أكثر كل ما نجح الجيلي كوب أكثر، وبنحرك بشكل جيد. وبنجيب قالب الكيك يلي بتستعمليه للجاتو وللكيك بنفضيه بهذا الشكل وبنحطه بالثلاجة أو البراد لحتى يتماسك الجيليه. وهون بنحضر الكريمة، لازم يكون عندك حليب وظرف كريمة شانتيه من أي نوع تستخدميه موجود عندك متوفر. بنعبي كأس من الحليب كل ما كان الحليب بارد كل ما نجحت الكريمة أكثر. بنفرغ الكريمة شانتيه مع الحليب وبنخلط المكونات بشكل جيد لحتى يصير عنا كريمة جاهزة. لا تنسي مثل ما قلت لك كل ما كان الحليب بارد بتنجح الكريمة أكثر. وبعد التحريك المستمر بيكون وصلنا للقوام المطلوب، هذا هو صار عنا كريمة جاهزة. هيك لازم يكون شكله. يلا بنبلش نحضر المهلبية. بنفرغ لتر من الحليب الموجود عندكم، ونحط كأس من السكر، سكر الحبيبات، ما بتفرق أي نوع الحليب، ما بتفرق إن كان بالكيلو أو علب جاهزة ما بتفرق. وبنحرك
الحليب حتى يدوب السكر يلي فيه على النار. بنحط بنفرغ ظرفين من الفانيل، وبنحط 4 أو 5 معالق من نشاء الذرة كورن فلاور، وبنحط عليهم ماء من الحنفية وبنحركهم بشكل جيد حتى ما يصير كتل بالنشا. بنحط قطرات من ماء الزهر، وبنحرك بشكل جيد وهون بيكون غلى الحليب وسخن. بنفرغ النشا مع الفانيل وماء الزهر وبنحرك بشكل جيد. بعد ما نفرغ النشا فورا بنحس انه الحليب تماسك وصار سميك. يلي ما حط اعجاب للفيديو يحط اعجاب للفيديو، ويلي ما اشترك في القناة يشترك في القناة. وبعد ما صار عنا الحليب بهي السماكة بنحرك بشكل جيد حتى ما يعلق بالطنجرة. بنطفي عليه النار ومنكون طالعنا الجيلي كوب من البراد تماسك، وبنسكبه فوق الجيلي كوب، بنسكب المهلبية الحليب فوق الجيلي كوب. بعد ما سكبناها كلياتها بنحطها بالثلاجة، وهاي هي النتيجة. بعد ساعة بنزينها بالكريمة يلي ساويناها، ومنحط صوص الكرز فوق الكريمة. إذا عندكم فستق مبشور أو جوز مبشور أو أي شيء بتحبي تزيني فيه فوق، ما بتفرق معك، تحبي جوز الهند أي شيء. وهيك بيكون صار معنا الطبق جاهز للأكل. ألف صحة وهنا عارفكن. بتمنى يلي ما حط إعجاب للفيديو يحط إعجاب، ويلي ما اشترك في القناة يشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.